اتركي الصينية، اتركيها يا سارولا. يا أبا خالد، إلى متى ستضرب عن الطعام؟ السيارة الطائشة قضت على حياته وحطمت كل آمالي وأملي في الحياة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يا أبا خالد. نعم، الإيمان بالله عز وجل يلهم القوة والصبر على المكروه. هذه حالة من الاكتئاب الجسيم أو الشديد، والاكتئاب هو شعور بالحزن والملل والضيق واليأس والرغبة في البعد عن المجتمع وعدم الاتصال بالآخرين وقلة الكلام، مع هبوط بالنشاط الحركي والذهني مصحوبا بصعوبة التفكير واضطراب وظائف الجسم البيولوجية مثل الأكل والهضم والنوم والنشاط الجنسي. وقد يحدث الاكتئاب للإنسان الطبيعي نتيجة لمروره بحادث مؤسف أو ظروف محزنة أليمة. قتل العزيز الغالي، قتل العزيز الغالي، مرار في حلقي وظلام أمام عيني. فجأة هكذا تختفي من حياتي وإلى الأبد. الحياة لا قيمة لها من بعدك يا خالد، لا قيمة لها من بعدك يا بني، لا قيمة لها من بعدك. حزن، كآبة، إحساس بالتعاسة، خيبة أمل نتيجة لحادث مؤسف والظروف الأليمة لفقد عزيز غالي، وهذا يسمى الاكتئاب التفاعلي. ولكن بفضل الله تعالى تم اكتشاف الكثير من العقاقير الحديثة التي تساعد على التخلص من الاكتئاب في فترات وجيزة، بحيث يستطيع الإنسان المصاب بهذه الأعراض أن يتغلب عليها ليعيش ويستمتع بحياته بلا معاناة أو شعور باليأس والإحباط. وقبل كل شيء، الإيمان بالله ورحمته وعفوه وكرمه وقضائه وقدره علاج شاف لهذا الاكتئاب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العظيم.